كابتن ماهر، خليني ابدا مع حضرتك الاول. خلينا نتكلم بشكل عام، يعني في مثل هذه الظروف بنبقى عاملين ازاي كلاعبين، كمدير فني وكلاعبين وكبعثه كامله؟ عندك ماتش بكره، عندك 70 80 مليون واحد مستني هذه المباراه، مشجع طبعا للنادي الاهلي، بتفكر ازاي كلاعب وكمدير فني؟ حياتك بقى، انت لعبت كتير وكنت مدير فني كتير، احكي لنا القصه بتبقى ماشيه ازاي. هو بسم الله الرحمن الرحيم، عايز اسمحك بس قبل ما ارد على السؤال الفني ده، عايزين نتكلم على الجانب الاداري اللي مصر شرفتنا في كره اليد خلال الدوره الدوليه المحترمه اللي اتعملت، والبلد والحكومه اللي ساعدت على نجاح هذه الدوره، والكبسوله اللي كانت عليها في التنظيم المنظومه كله الاحترازيه، وكله بيعمل زي حاجه جميله طبعا. فالنهارده احنا بنقول دوله قطر طبعا دوله شقيقه، وقدرت تستفاد من مصر الام طبعا في كل حاجه، قدرت تستفاد من مصر بشكل كبير جدا في هذا التنظيم. النهارده كل الفرق اللي موجوده في قطر موجوده في كبسوله، حاجه احترافيه، حاجه احترازيه على اعلى مستوى، يعني من خلال الفندق، من خلال التدريبات، من خلال صالات الاكل، المحاضرات، فكلها حاجات بتطمننا احنا كمان، واحنا بعيد عنهم بتطمننا على لعبتنا ولعبه النادي الاهلي بالذات المحترمين اللي احنا بنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في بدايه المباراه بكره مع الدحيل. عايز اقول لك اسلام بقى الجانب الثاني، ان كابتن سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي حضروا بشكل كبير جدا لمستر موسيماني من ناحيه المحاضرات، من ناحيه الملاعب، من ناحيه الاقامه، من ناحيه التغذيه، ودي كلها حاجات يا اسلام بتنجح الجانب الفني، يعني الجانب الاداري اللي منظم على اعلى مستوى بهذا الشكل، ودي خبرات موجود عليها كابتن سيد عبد الحفيظ، بتساعد مستر موسيماني هو كمان ان يقدر يفكر. مستر موسيماني في الجانب الفني معاه مساعدينه ومعاه معاونينه، وكمان خد بالك اسلام من بعد مستر موسيماني ملف الدوري العام، قفل ملف الدوري العام وبدا يتجه للدحيل وبدايه كاس العالم للانديه اللي شرف لينا كلنا ان احنا للمره السادسه طبعا موجودين وبصفه اساسيه. عايز اقول لك ان الجانب الفني بيعتمد على كل المساعدين اللي حواليه، ومنهم الراجل اللي هو المعد اللي هو بتاع الاحمال طبعا، اللي هو بيغذي مستر موسيماني، يعني من خلال لقطاتك كده اسلام في الايام السابقه كان مستر موسيماني بيتكلم معاه، يعني واخد بالك، على الاحصائيات، على اللعيبه، على الدحيل، على طريقه اللعب، على خبراتهم، على احرازهم للبطولات، بطوله قطر 7 مرات. فانت النهارده بتقابل خصم قوي، وخصم بيمثل اسيا بشكل كبير جدا، ومباراه افتتاحيه الناس كلها تقول لك 50-50، يعني أيوة. انا في رايي ان احنا عندنا يعني حافز اكتر من 50، عندنا اكتر من 50، ممكن نبقى 60، ممكن نبقى 70، والدحيل 30%. عايز اقول لك ان مستر موسيماني كل صغيره وكبيره بيحللها، كل صغيره كبيره اتفرج على الفرقه دي اكتر من شريط، مرة أو مرتين أو ثلاثة، عارف لعيبة فردية، كل لعيب في مكانه، واجباته الدفاعية بيعملها إزاي، واجباته الهجومية بيشتغل عليها إزاي، وبناء عليه مستر موسيماني هيختار التشكيلة المناسبة لهذه المباراة وطريقة اللعب اللي يقدر يشتغل من خلالها من ناحية الدفاعية ومن ناحية الهجومية.